يسعد أوقاتكم مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامج بايونيرز. ضيفتنا لليوم هي سيدة أعمال رائدة بمختلف المجالات على الصعيد الإداري والاجتماعي والخيري والتنموي، وهي عضو في مؤسسات دولية وعالمية تعنى بتمكين الإنسان وتطبيق أهداف التنمية المجتمعية المستدامة. برحب برئيسة مؤسسة مخزومي السيدة مي مخزومي. أهلا وسهلا فيك أستاذي مي عبر موقعنا ستار نيوز فيجن. أهلا، ثانك يو على استقبالك. مدام مي، خبرينا عن بداية تأسيس مؤسسة مخزومي والمهام والأهداف اللي عم تسعوا لتحقيقها ورسالتكم، ومتى استلمتي مهام الرئاسة؟ المؤسسة بلشت بال97، يعني كنا بعدنا طالعين من الحرب الأهلية، والهدف منها كان انه نقدر نحوي هالجيل اللي عاش 15 سنة حرب وتأخر شوي بإن كان بعلمه أو بالكمبيوتر. بلشنا بالأهم شيء كان هو الفوكيشنال تريننج، التدريب المهني، والكمبيوتر يعني اللي كان مهم انه نلحق التطور بالكمبيوتر، وكان المدارس والجامعات ما عم بيعطوا، فشفنا كل شيء لازم من البيسكس لحد الويب ديزاين بقلب هذا، يعني كل شيء بيعوزه الكمبيوتر ولغات. بلشنا بالانجليزي لانه كمان الكمبيوتر بيحتاج للغه انجليزي، وبعدين اتطورنا طبعا لغير مهن. سنه 2000 استلمت انا الرئاسه، قبلها كنت نائبه رئيس، بس اخذنا وقت طبعا لقدرنا اشتغلنا فيها مش بس هيك كجمعيه خيريه. اشتغلنا على مبدأ الفيلانثروبي اللي هو بيكون عندك هدف من وراء العمل الخيري، والهدف كان هو التطوير المجتمعي وتعلم الناس يشتغلوا يعتمدوا على حالهم، على انه تضلي عم بس بتعطي يعني تتبرعي، هذا ما بيوصلهم لمحل. الفكرة كانت انه تعلميهم صنعة تيقدروا يشتغلوا ويعتمدوا على حالهم. وبعدها جبنا حدا مختص بالقروض الصغيرة وعمل دراسة أخذته 6 أشهر، وقررنا أنه نعمل قروض فردية بالمدن مش يعني بالمناطق الزراعية أو المناطق أو القرى. هيدي اللي أصعب لأنه منا جروب لون، هيدي بتكون دين شخص لشخص. فبلشنا بالقروض الصغيرة، لحد هلأ تقريبا صار عنا أكثر من 13,000 قرض. ساعدنا كتير عيال اللي قدروا هن استفادوا ووظفوا عالم، وقدروا هن كملوا لوحدهم من غير ما يحتاجوا حدا. فممكن كتير يدرس حدا عنا هون مهنة ويرجع ياخد قرض ويكمل بالشغل. الشغلة كمان اللي اشتغلنا عليها هي الطب، فالبرنامج الصحي هو من أهم البرامج اللي عنا. فنحن مع البرايمري كير مع الوزارة عنا أكريديتيشن، وعنا من الست اللي موكلين بالمنتل هيلث، لأنه مش كل المراكز الأولية الرعاية الأولية عندها إياها، فنحن من الست اللي مسؤولين عنهم الرعاية يعني المنتل هيلث. ونشتغل على عدة طبعا أشياء يمكن غير عيادات ما بيشتغلوها. وكذلك عنا البرنامج التنمية يعني مستدامة بشكل عام تقريبا، والانفايرمنت والبيئة هيدا كمان له زمان، وبنشتغل على الريسايكلينج. عنا كمان تدوير تدوير بنشتغل عليه، بنشتغل كتير مع المدارس التوعية وهيك. وعندنا مشروع اسمه جرين روم بدار المعلمين بجونية كمان، هيدا بيورجي كيف الانرجي قبل وكيف بعد ما تكوني عم تستعملي يعني السولر، او عم تستعملي المي، او عم تستعملي ليد لايتس، او يعني كيف تفرق. والكربون اميشن لازم يعرفوا التلاميذ قديش يصرفوا، يعني فهيدي كلها شامله.
ومن 2006 تقريبا لما بلشت الحرب طلعنا شيء يعني الريليف، فكتير اشتغلنا مع لمساعدة الديسبليس اللي بنقولهم مش المهاجرين المناطق. اشتغلنا من وقتها ما زلنا عم نشتغل بهالامور. واتطرقتي لموضوع كتير مهم، الصحة العقلية كمان، انه انتم تحرصوا كل الحرص على انه تأهلوا الاشخاص لانه يكون عندهم تفكير سليم ووعي سليم. خبرينا شوي عن هذا الموضوع، كيف عم بتكون ممارستكم تجاه هذا الموضوع؟ هو نحن كتير بنشتغل مع الاولاد طبعا بالاشياء اللي بتشغلهم عقلهم، بنشتغل على الكودينج، بنشتغل على الروبوتكس، بنشتغل على الاشياء، بس المنتل هيلث كنت بقصد فيها اكثر بالناحيه الصحيه. لما بيكون عندك تروما، في عندك تروما يمكن بالبيوت، في العنف المنزلي، فحتى للنساء وللاطفال، فبيجوا لعنا تنشوفهم. وبعدين في اختصاصيين بعلم النفس اللي هن بيستلمون لحد ما يطلعوا من لانه مش يوم ويومين، بدها متابعه. الله يقويكم مدام مي. متى دخلت الشان العام والعمل الاجتماعي والمراحل اللي قطعتي فيها للوصول الى ما انت عليه اليوم؟ انا ربيت ببيت والدتي كانت مع الصليب الأحمر، مع جمعية العناية بالطفل والأم، مع الشابات المسلمات، فبعرف حالي من أنا وصغيرة كنت روح معه وشوف شو عم بيصير، ودايما أسألها أنه ليه هيك، تخبرني يعني أنه مش كل الناس يمكن قادرين يوصلوا لشيء. هالجمعيات كلها مختصة بشيء، وحتى وقت أسسوا بنك الدم كمان كانت موجودة وهيك، فربيت على هالفكر أنه دايما كلنا نقدر نوقف جنب بعض. بعدين انا تغربت، يعني بعد الحرب تغربت عشنا برا، ضليت كنت اعطي دونيشنز كتير لانه ما كنت، كان ولادي صغار وما كنت قادره انه كتير اكون متواجده، وبحس انه لبلدي يمكن كمان، فضلينا انه بنساعد خلال التبرعات. بسنه ال 97 اجا جوزي فؤاد قال بدنا نعمل مؤسسه ببيروت. قلت له يي هلا انا قاعده برا، شو بدك تقلي؟ كيف بدي اشتغل وانا محل صحيح. قال لا بدك تدبري حالك. فللحقيقه المؤسسه لما بلشنا فيها، يعني صحيح مثل ما قلت لك انه يكون الفيلانثروبي هو يكون عندك هدف توصلي له، it is strategic charity. It is not انه تشاريتي بس هيك نعطي في استراتيجيه مستقبليه. حتى اخذت كورس يعني اسمه فيلانثروبي ورك شوب اللي كمان بيعطيكي فكر اكثر انه كيف شو الاشياء اللي ممكن تعمليها، وكيف تعملي تشوفي لوين وصلتي. يعني اول ما دخلنا هيدي وقت الورك شوب بعثونا مثل روكفيلر، قال هو بتعرفي روكفيلر كان كتير غني وكان يعطي، يجوا حدا بده مساعدة طبية يعطوه، حدا مساعدة مدرسية يعطوه هيك. بعدين اجا لقى حاله انه طيب انا عم بعطي بس ما عم بعرف شو نتيجة هالعطاء. فطلعوا بفكرة الفيلانثروبي اللي هو حدد تمام شو بده يعطي ولمين بده يعطي، شو التارجت تبعه وشو الجول تبعه، وهالشي اللي بيقول ساعتها فيلانثروبي انك بتقدري تكملي. وعلى الأساس نحن هون بالمؤسسة دايما طبعا كل سنة بنعمل أهداف بدنا نوصلها وقديش بدنا نفيد عالم. مثل ما بتعملي أي بروجكت بدك تسويه، كمان بدك تعملي الـ KPIs وبدك تعملي التارجت جروب، فبتشتغلي على أصول. ونفس الوقت الإدارة، ذكرتي لي قصة الإدارة صح. الاداره نحن اخذنا اول جمعيه بتاخذ الايزو كانت للاداره، كنا من اوائل الجمعيات الاهليه اللي اخذنا هاي، لانه اشتغلنا كانك عم تشتغلي بشركه وكل شيء على الاصول بدي اقول يعني. والحمد لله بعتقد هيدا من سبب النجاح اللي موجود بالمؤسسه، انه في
policies, operational policies في كله يعني نتبعه تنقدر نكون دايما ماشيين على القانون وماشيين مثل ما لازم للهذا. وفي عنا كتير اللي هو التدريب الموظفين اللي عندك، يعني انت ما بس عم بتجربي تحسني بالمجتمع، كمان عم بدك الموظفين اللي عندك يضلوا up to date، يضلوا عم بيتطوروا مع العصر. اكيد بده يكون في تكامل ما بين جميع الاطراف، فهيدا كثير بنهتم له انه يكون في هيدا. مدام مي، المراه لها دور فاعل وجوهري بمختلف المجالات، كيف بتشوفي دور المراه بلبنان اليوم والاليه لتعزيز دورها ومشاركتها بالمواقع القياديه وصنع القرار والمناصب السياسيه بشكل عام؟ هلا عم ينشغل كثير على القوانين اللي بتحفظ المرأة حضورها يعني السياسي أو بالمناطق، بدي أقول بالمراكز القيادية. فهلأ في عندك، أنا كوني كمان بالهيئة الوطنية، في شغلتين عم ينشغل عليهم، في عندك الـ 1325 وعندك كمان السيداو وعندك الناشنال بلان تبع المرأة بلبنان. فهيدا كلها عم ينشغل عليها وبتضلها بتتطور، كل سنتين ثلاثة بيرجعوا بيعملوا. والحلو فيهم مشاركة كل الوزارات، كل يعني عندك القضاء، عندك الأمن، عندك الجيش، عندك. فإذا بتطلعي وبتشوفي بتصيري، وفي الجندر بوينت اللي هن بكل الوزارات صاروا موجودين، اللي بيشوفوا قديش وجود المرأة بالعمل عم يتاخد بعين الاعتبار. فنحن بنشوف طبعا انه بالمدارس بالجامعات تقريبا الحضور النسائي اكثر من الرجال، بس لما بتجي على مجال العمل بتطلعي بتلاقي انه لا، منهم موجودين قد الرجال. هلا هن غير انه في عوائق كثير قانونيه اللي عم نجرب انه نتخطاها، مثل الضمان، مثل يكون في إكواليتي بالمعاشات، أنه حتى يكون جوز المرأة إذا هو ما عم يشتغل يقدر يكون مضمون معه. يعني في كتير عم ينشغل عليهم لحتى يصير في تساوي وما يعود في خلاف. بعدين عندك بعض المهن اللي كانوا يقولوا أنه لا، الست ما بتشتغلها، هلأ الست تلاقي الطيارة، يعني بالطائرة عم تقود طائرة، عم تشتغل بالهندسة، عم تشتغل بالجيش، عم يعني انه صار في قبول اكثر انه المرأة مثلها مثل الرجال، انه ما في شيء عائق لها لا عقليا ولا جسديا، انه بتقدر لما ينعطى لها المجال بتقدر تساوي. ف يعني صرنا تقريبا واصلين لمرحلة متقدمة، متقدمة تقريبا بالعمل. يعني اذا بدي اقول ستاتستكس، 30% من الفئة العاملة فيها ستات، 30% ستات. بس أنا بدي أعتبر القسم اللي منه مسجل، اللي منه داخل بالإحصائيات، في عندك كتير ستات عم تعمل شغل لحالة، الانتربرنرز عم بيطلعوا بكتير أشياء. هالتقدم العلمي اللي إجا خلى يقدروا يبيعوا غراضهم بالإنستا أو بال، يعني السوشيال ميديا اتاحت اكثر يشتغلوا، يبرزوا قدراتهم. ايه، فهن بيعملوا تنقول ديزاينز، يعني هلا صار في كثير لبنانيات معروفين بالديزاينز تبعولهم وعم يطلعوا لبرا، عم يعملوا معارض برا. يعني في تشجيع، هيدول مش يمكن مسجلين ك بالاحصاء. صحيح. وفي كمان عندك اللي بيشتغلوا بالقرى بالزراعه، هدول كمان منهم محسوبين. فكتير بتلاقي بالحقول هن مسؤولين على الزرع، مسؤولين على البرودكشن، مسؤولين على الترتيب، على المبيع. وهدول ما معروف هالستات قد ايه عددهم اللي عم بيشتغلوا هالشغل هيدا. مدام مي، من هيدا المنطلق أهمية الشراكة بين الرجل والمرأة، خاصة شراكتك مع زوجك سعادة النائب فؤاد مخزومي، كيف بتشوفي هيدي الشراكة عم تتجسد وهالتعاون المشترك بيناتكم؟
يعني نحن تعرفنا على بعض بالمدرسة فربينا مع بعض، بعتقد كبرنا مع بعض، وهذا كتير مهم انه التطور الفكري كمان يكون مجارة بعض. انا لو ما تشجيعه لإلي يمكن ما كنت وصلت لهون، لانه قلت لك قال لي بدك تنزلي وخلص وبدك تستلمي المؤسسة وهيك صار يعني. وقلي من تقريبا سنة 2000 مستلمة المؤسسة، وما عرض لما انعرض علي انه اكون على بالايوبي او بالاليو على مجلس الامناء بالمقاصد على مجلس الامناء، فعدت يعني اشياء كانت قادرة بيجيني عرض وقلي لا اكيد بتكملي. سو تشجيع مهم ويكونوا متعاونين يعني. بعتقد مسؤولية العائلة مسؤولية اثنين، ما في الواحد يقول الرجال لوحده أو المرأة لوحده، بده يكون في يعني تكامل ما بين الطرفين أكيد. وأنا اللي بدي أقول لهالجيل الجديد يعني ما بقى مثل قبل بالزمانات، يمكن على أيام أمي أو على أيام ستي ما كان كتير فكرة المرأة عم تشتغل كانت لكجري يعني، اللي عم تشتغل أو اللي عم تعمل رفاهية إيه، إنه مش مطلوب منها، إنه المفروض كل شيء يكون مأمن من الرجل. هلأ الرجل لوحده ما بقى فيه أمن يعني، ظروف المعيشة اختلفت، ظروف الحياة اختلفت، فبعتقد هلأ بدو الاثنين يتكاتفوا مع بعضهم، اثنين بدهم يشتغلوا، اثنين بدهم يربوا. صحيح، هيدي نقطة كتير مهمة، لأنه اختلفت الظروف وطبيعة الحياة، يعني بده يكون في تعاون ما بين الطرفين للاستمرارية. طبعا صحيح. مدام مي، الشباب هن عمود المجتمع والمدماك الأساس لارتقاء المجتمع، ما هي الخطوات والإجراءات اللي عم تتخذونها لتمكين الشباب وإحداث نقلة نوعية إيجابية بالمجتمع؟ يعني هلا أهم شيء إنه بدنا نلحق التكنولوجي. هلا عارفه انت الاي اي اخذ الذكاء الاصطناعي. ايوه الذكاء الاصطناعي، يعني المستقبل كله حيصير هو معتمد على الذكاء الاصطناعي، بس نحن كمان بدنا نحضر الشباب غير انه يعتمدوا على الذكاء الاصطناعي، يمكن هن يطلعوا بالالجوريثم، يطلعوا بالافكار، لانه الهيومن فاكتور بيضل مهم. وفي كتير اشياء يعني هلا يمكن بتسمعي بيقولوا لك يمكن ما نعوز بقى حكمه، لا بضل بدي حكمه، اكيد بضل بدي حكمه، حكيم سنين ما فيني اقول للروبوت يجي يسوي لي، يمكن بعطيه الصور بيقول لي يعني بشخص، بس ما في يكون هو بايديه عم يشتغل العمليات. حتى هلا مزبوط عم بيستعملوا الاي اي باستعمال تكنيكال ايشوز بقلب الشرايين بقلب هاي، بس بضل بدك يعني ما بيقدر يحل الروبو محل الانسان. لا. او يعني سوري عند الحلاق، يعني الحلاق ما في يجي يعمل لك هو. صح مزبوط. مزبوط. الطباخ في يقول لك شو تعملي، بس ما في يجي يطبخ يعني لك. في مساعده بتكون يعني الاي اي هو مساعد للانسان، مساعد. ولكن أكيد. لن يحل يعني محل الانسان بكتير اشياء ما بيقدر يحل محله، في اشياء تكنيكال، في اشياء يمكن قالوا بكره ما نعوز اديتورز بالمجلات بالجرايد، بنطلب من الاي اي يكتبها وبيكتبها، بس لسه ناقصه الهيومين فاكتور بقلب كتابته. فبضل بدك انه ما نيأس ونقول لا جاي الاي اي يحط الجيل على جنب، لا، بس نحن بدنا نحضره كيف يجاري هالموضوع وكيف يشتغل. وبعدين في كتير مجالات صار لازم في تعاون، يعني مثلا بين الطب والهندسي لنقول بده يكون في تعامل، بين التسويق والبرودكشن بده يكون في تعاون، يعني بضل في يعرفوا انه بضل لازم يكون في انتر اكشن بين كل هالمجالات. كنا عم نحكي مدام مي ما وراء الكواليس قد ايه الجيل الجديد عم بيكون ذكي وواعي وعم بيقدر يقدم ابتكارات، خبرينا هيك يعني نبذة مختصرة عن هذا. نعم. الموضوع نحن يعني السبت الماضي كان عندنا نتائج شغل له كم شهر تقريبا شي 6 اشهر مع تلاميذ بين اعمار 8 سنين و14 ومن كل لبنان شي 25 مدرسه. للحقيقه اشتغلوا على الكودينج،
وكل البروجكتس اللي عملوها معتمدة على الكودينج. يعني أنا بتطلع بهالأعمار الصغيرة وعم بيشتغلوا مثل على الاس دي جيز كلهم على الاستدامة، يعني كل حدا منهم اخدين ديفرنت أهداف مختلفة من الاستدامة وعاملين مشاريع عليها. فأنا لما شفتهم هيك كتير انبسطت وارتحت وقلت لهم ما في خوف علينا بهالبلد، طالما أنتوا بهالوقت بهال يعني بدي روح على من كم سنة الجيل اللي قدهم ما كانوا يفكروا هيك، صح؟ صح. سو لا في أمل يقدروا يرفعوا هال يعني خاصة بهيدي الظروف الصعبة اللي عم بيقطع فيها لبنان، ليكون هيدا الجيل قادر يفكر صح معناتها أنه مستقبل لبنان ما في خوف عليه. ما في لا ما في خوف أبدا. يعني أنا كتير كتير تفائلت لما شفتهم. والجمعة اللي قبلها كان عنا كمان مسابقة لمايكروسوفت. هاي المسابقة المايكروسوفت اللي بيربح بيروح على أمريكا، بيصير انترناشنال، وعم بيربحوا اللبنانيين اللي بدي أقوله كل سنة عم بيطلع من عنا من لبنان عم بيوصلوا لمراحل متقدمة. يعني بيكون في شي 150 ألف تقريبا عم بيتسابقوا على وورد على إكسل على باوربوينت على أدوب. ف وبتحسي يعني نحن قلنا تقريبا سبع سنين يمكن عم نعملها هيدي المسابقة، وفي منهم بيضلوا بيجوا بيتقدموا من مراحل من سكندري لجامعة لشي وبيساعدوا بعضهم. فبتحسي انه الأساتذة عم بيكونوا كتير متحمسين لأنه كمان عم ندرب الأساتذة. ف لا في في امل، يعني في امل للحياة. امل وتفاؤل ان شاء الله. ان شاء الله. مدام مي، من هيدا المنطلق شو الرساله اللي بتوجهيها للشباب اللبناني؟ ما تيأسوا وما تفكروا انه لازم تتركوا البلد. فيكم تروحوا تدرسوا برا وترجعوا، فيكم تروحوا تشتغلوا برا وترجعوا، بس بلدنا لنا وبدنا نحافظ عليه، ويضل عندكم امل انه نقدر نمشي بالطريق الصح ونشقل هالبلد من الوضع اللي هو فيه. وكمان شاركتي بالعديد من المؤتمرات المحلية والعالمية، خبرين عن اهم تلك المؤتمرات وكيف كانت الاستجابة من الجميع اللي كانوا حولك. حوالينا. يعني على ممر السنين في كتير مؤتمرات كانت مهمة بالأمم المتحدة، مثلاً CSW اللي هو مختص للمرأة، بتكون في UN Women وغيرها من الجمعيات. للحقيقة كان حلو الوجود، وجودنا كنا ما كان في غيرنا وقتها من موجودين هونيك. طبعاً كانت الهيئة بس كمؤسسة NGO كنا نحن موجودين. شاركت كمان بأول ما طلع SDG هيدي كانت باليابان، وكانت المؤسسة ممثلة وصلنا لبنان، ما كان في حدا وقتها رايح. هيدي لما طلعوا بالقرار كان في الميلينيوم جولز وطلعوا هلا ال 17 جولز اوف ذا اس دي جيز، صح، اهداف التنمية المستدامة ال 17. كنا نحن موجودين باليابان وقت هي، وكمان قدمنا عدة مشاريع لأنه كانت على التنمية. من وراء المؤتمر نقوني يكون بجوري للمسابقة تبع الـ Sustainable Education، فضليت فيها خمس سنين. كمان كنت بتنقي البروجيكتس من عدة من كل العالم بيقدموا، وبدنا ننقي أكتر واحد هو اللي ممكن يكون فيها استدامة وممكن تقدري تعملي له ريبليكا بغير بلاد، انه مش بس يعتمد على هيدا البلد. فكنت الوحيده من البلاد العربيه يعني على خمس سنين، فهيدا بعتقد كانوا من المهمين. هلا ريسنتلي كنت بجده، كنت مع الوزيره رياشي، كان في مؤتمر عن المراه الاسلاميه بالبلاد العربيه، فكمان كنا سوا بهذا المؤتمر بجده. ف يعني الملخص صولات وجولات ان شاء الله بالتوفيق. وحديثا كمان حضرنا مؤتمر تمكين المهاجرين بطرابلس اللي حضرتك شاركتي بهيدا المؤتمر وقدمتي كثير يعني افكار مهمه على صعيد المراه وعلى صعيد تمكين المجتمع. خبرينا هيك باقتضاب كمان عن هيدا الموضوع، كيف كانت مشاركتك بهيدا المؤتمر؟
أنا كنت بالبانل اللي بيحكي عن حضور المرأة بالاقتصاد اللبناني، فمثل ما خبرتك بالأول يعني إنه ورجينا إنه لا، المرأة موجودة، منا مخبية، عندها حضور، وفي طبعا كتير نشاطات عم تنعمل، هو من الجي اي زد ولا من اليو ان وومن ولا من الـ يعني الـ في اشياء اللبنانية اللي هن عم بيشجعوا وجود حضور المرأة بالبورد تبع الشركات، عم بيشجعوا انه المرأة تعمل شغلها لوحدها، عم بيشجعوا بالقوانين، ففي تشابك وتعاون انه توصل المراه للمركز اللي لازم ريلي تكون فيه، وما كتير يعني يعترضها اي تحدي تقدر هي تكفي، لما بيكون في قوانين جنبها، لما بيكون في مشاركه، ايوه تقدر، وتدريب اهم شيء تكون حاضره يعني لتقوم بمهماتها. والشباب يعني هو المؤتمر كان أهم شيء إنه يشجعهم ما يتركوا، فنحن مثل ما قلت لك عنا برنامج القروض الصغيرة كانوا مشتركين موجودين بالمؤتمر، وكان تقريبا يورجي إنه نقدر نعمل social entrepreneurs، نقدر نعمل entrepreneurship، نقدر ناخد قرض ونشتغل ونعتمد على حالنا ونجرب ما نترك هالبلد. ومؤشرات النجاح بالنسبة لك، كيف رسمتي لنفسك طريق النجاح؟ انه يمكن انا ما خططت انه بدي اوصل لهون او شيء، بس كل سنة بقول لا بدي اعمل بعد، كل سنة بقول بدي اوصل لأكثر، ولما بتشوفي نتيجة الشغل اللي عم تعمليه ونتيجة يعني انه ما بيروح بيعان مثل ما بيقولوا، صحيح بتتعبي يمكن، صحيح مخك بضلوا عم بيشتغل، بس بتضلي بتشوفي انه لا I'm needed. الله يرحمها والدتي كانت تقلي طالما انا الناس بحاجه لإلي، طالما بحس انه لازم اعطي اكثر. سو هذا وحضرتك زوجي وام، الله يخليكم لبعض ويحميكم، اكيد الام بيكون عندها مسؤوليات كثيرة تجاه عائلتها، هل حسيتي للحظه ما اخذتك مسؤولياتك المهنيه والاجتماعيه من علاقتك مع عائلتك او من تقضيه الوقت الاكثر معهم؟ شوفي انا شوي محظوظه بدي اقول، اشتغلت قبل ما اتجوز واشتغلت قبل ما ولدت. ف يعني ما في شيء مثل ما بيقولوا، يعني كنت مستمره بالعمل. مستمره بالعمل، بس بعد الولاده وكوني كنت عايشه، كنا بالسعوديه بهالوقت، ما عندك هالسيفتي نت اللي موجوده ببلدك، فوقفت شغل وعطيت وقتي للولاد، وبعدين كمان هاجرنا على انجلند لبلشوا الولاد مدرسة وهيك، طمنت عليهم ورجعت صرت روح على المكتب أكثر. فأنا مش مزبوطة كانت إنه بدي روح بالوقت الفلاني وأترك الوقت الفلاني، فوقتي كان بإيدي، فقدرت أتعلم وقدرت أخذ مسؤوليات، وبضل بدك يعني الواحد يشوف شو أولوياته، إدارة الوقت. إيه هذا اللي بقول لهم دائما لحفيداتي، تايم مانجمنت كثير مهم. اداره الوقت كثير مهم، تركزي شو الاولويات، ولما تقدري تعملي هيك بتوازني بين شغلك وبين بيتك. وطبعا انا على يعني كانوا كبروا اولادي، بالعكس هن شجعوني كثير، يعني ما كان في عندي اولاد صغار انه انا عم بتركهم وروح، لا هلا ما عليه. هلا كلهم كبروا. صح، يلا ان شاء الله الله يحميكم. هل ممكن نشوف مي مخزومي بوقت من الاوقات قدمت ترشحها لمنصب سياسي معين؟ للحقيقه ما بعتقد. انا بلاقي حالي اكثر بالشغل اللي عم بعمله هلا، بين يعني هو حلو العمل السياسي، بس طالما يعني بتشتغلي من وراء الكواليس مثل ما قلتي، تقدري تعطي اكثر، يمكن تشتغلي على القوانين، يمكن تشتغلي على الريزنج اويرنس، الوعي، بتشتغلي على التمكين، بعتقد هولي بحسهم يمكن انا اكثر ما اني اكون بالسياسه.
وشو الرسالة اللي بتوجهيها للمرأة اللبنانية بهالأوقات اللي عم تقطع فيها؟ يعني المرأة المهم تضل عم بتنمي حالها، تضل عم تتعلم جديد، كل يوم تتعلم شغلة جديدة، ما توقف تتثقف تقرا تلاحق التطور، وتنتبه كتير على أولادها وأحفادها، لأنه مثل ما عم نسمع هالأيام البروبلمز اللي عم بتصير بالمشاكل يعني عدم الرقابة للأولاد ايه يضلوا يعني صح. يضلوا منفتحين، إذا بيعرفوا شيء نبهوا الأولاد ينبهوا الأحفاد. كلنا عنا أحفاد وكلنا عنا أولاد، هلا أولادنا كبروا ما بقى تحت الخطر، بس اللي تحت الخطر هلا أكثر شيء هو هالمشاكل الإلكترونية اللي عم بتصير بواسطة التيك توك أو الدارك ويب، أو اللي هو عم تسمع شيء يمكن ما بنعرفه بحياتنا وفجأة عم نسمعه. أنا بعتقد لازم المرأة تكون واعية لكل شيء ولو كانت بعيدة، يعني مش إنه هذا، ومش يعني مثل ما قلت تضل متأملة ستريت فورورد. صح. وشو الكلمة اللي بختام هيدي المقابلة اللي بتحبي تقوليها مدام مي؟ بدي أقول إن شاء الله إن شاء الله على أيامنا نرجع نلاقي البلد ماشي ومنتعش وقاعدين بأمان وسلام. نحن كان لنا شرف كتير كبير حوارناكي مدام ماي بهيدي المقابلة المميزة، نتمنى لك التوفيق دايما بمسيرتك المهنية والاجتماعية والحياة ككل. تسلمي. ثانك يو حبيبتي، شرف لنا أكيد. ثانك يو.